عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ شخبار وليداتكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى الف خير ان شاء الله. اليوم قبل ما نبدا هذا الفيديو بحول الله نهنئ الوليدات اللي نجحوا البكالوريا، هنيئا لهم. بالنسبه للوليدات اللي جابوا الاستدراكيه ما فيها باس، انسان يعاود يشوف الثغرات فين دارهم ويضاعف المجهودات ديالو، واذا كانت عنده العزيمه وانه باغي يجيب هذا البكالوريا يجيبها ان شاء الله بحول الله بقدره الله، بالتوفيق لهم. والوليدات اللي ما توفقوش كاع، راه ماشي نهايه العالم، صافي ما توفقش راه صافي الحياه هنا وتوقفات، لا بالعكس. انسان في الحياه كاين النجاح وكاين السقوط، بجوجهم دروس في الحياه. سواء نجحتي ما كتعطيك بزاف الدروس، او نجح سقطتي كتعطيك حتى هي بزاف الدروس. ربما الانسان كيراجع نفسه، ربما كيشوف في راسه شي حويجات ما كانش كيعرفها، وهادشي اللي كاين. ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، والله فرح كل عائله بوليداتها. وكتشوفوا راه نرجعوا نقولوا بان هاد النجاح ولا السقوط البكالوريا قدام هاد الوباء اللي حنا فيه وهاد المشاكل في العالم كامله، راه غيان دي تو، راه شي حاجه بسيطه بحال شي نميله. دونك الانسان ما يهولش من هاد البكالوريا. الله يرفع علينا هاد البلاء، ادعي بالصحه والسلامه، الله يرفع علينا هاد البلاء ان شاء الله، ونرجعوا للحياه الطبيعيه ديالتنا كما كنا، ونطلبوا الله الله يلطف بينا. وهادشي اللي كاين، وان شاء الله طولت عليكم، وقيلا ندخلوا الوصفه بحول الله. بسم الله. وصفتنا اليوم غتكون واحد الكيك كنسميوه بانانا بريد او كيك البنان، وصافي هادشي اللي كاين تجسميات. دونك البنان الا بقى لكم في الدار كما كتشوفوها منقط بالكحل طايب بزاف، كيجي شويه خايب في الاكل، دونك نوضو ديرو به هاد الكيكه. كيكه المقادير ديالها بسيطه ما فيها شي حاجه، وان شاء الله كتجي لذيذه جدا. ندوزو للمقادير. بالنسبه لهاد الكيك غنحتاجو المقادير التاليه. دونك غنحتاجو واحد 300 غرام ديال الطحين، 120 غرام ديال سنيده، 150 غرام ديال الزبده مذوبه حيوانيه، هنا عندي اختاروا الزبده اللي بغيتو، خماره ونص، واحد ساشي فاني، عندي لي بيبي شوكولا، هنا واحد ثلاثه البيضات كبار، الملح، واحد جوج معالق كبار ديال الخل، واحد ثلاثه البنانات كبار، الا كانوا البنان صغير ديروا بعض البنانات. هادشي اللي كاين، دوزو الطريقه. بالنسبه للطريقه ما نحتاجو لا باتور لا حتى حاجه، نستعملو يدينا بالفوي. دونك هاد الكيك التخليط ديالو مغاير الكيك اللي كنديرو دائما، نخلطو البيض ومسائل اخرى سوائل. عندي هنا الطحين، انا ان شاء الله المقادير غنكتبهم في صندوق الوصف بحول الله. دونك هنا عندي 300 غرام ديال الطحين مع 120 غرام ديال السنيده. الحلاوه ما تنقصوش منها، راه كيجي القياس هو هذاك، هاد الكيك كيجي معتبر ان شاء الله، تجربوه ويعجبكم. دونك كنديرو الساشي الفاني، نديرو الملحه، ونديرو الخمارة ونص، وكنغربلهم. الطحين كان عندي مغربل، الطحين كان عندي مغربل، دونك كنغربل هاد الخمارات باش ميبقاو لياش مكوين. هنا عندي ديجا واحد نص، صافي نخلطو هاد، صافي وجدنا هاد المسائل الناشفة. غندوزو نديرو السوائل. خديت البنان كما كتشوفو، غنضيف عليه واحد جوج معالق كبار ديال الخل، ونمسو بلا فورشيط. دونك هداك الخل كيمنع يزيد الأكسدة ديال البنان، دونك كيبقى لينا ديك البنان بيض، الخل بالحامض هذا. اختاروا البنان يكون طيب شويه، ما يكونش داك القاصح، ما يجيش مزيان. دونك البنان قد ما كان رطب وزوين يجيكم مزيان في هذا الكيك. صافي صافي نبدا ندير البيض ديالي. ساهل. دونك هنا دابا نضيف ديك 150 غرام ديال الزبده دايبه، دابا نضيفو الخ
الخليط ديالنا ديال السكر وديال الطحين تندمجوه مع هذا الخليط الثاني ديال البيض والبنان. صافي غادي تنضيفو كامل الكميه كامله اللي درنا. دونك هنا صاحبي كنسجل، دونك زدت هنا واحد 100 غرام ديال هذا ديال لي بيبي شوكولا. من الاحسن يكونوا جوده مزيانين باش يجيكم الكيك ديالكم كما كنقول لكم لذيذ هذا الشكلاط. دونك هنا شنو عندي، غندوز دابا نديرو في المول سالينا كيك بسيط الخدمه ديالتو وسهل. بالنسبه لهاد بانانا بريد دونك عنديرو في هاد المول مستطيل كيجي زوين، دونك تهنزو بالزبده وديك شتو بالطحين. لي بيبي شوكولا نسيت ما قلت لكمش مي ضفتهم، ديكت فيهم واحد شويه طحين، ديك 100 غرام ضفت فيها واحد شويه طحين باش ما يجيني مفرق في الكيك، ما يجيش حتى لتحت. وصافي هادشي اللي كاين، نفرقو الكيك ديالنا في امان الله في المول. قبل ما ندخلو الفران نشد شويه لي بيبي شوكولا ونديرو فوق الفوق. تعرفوا البنان كيبغي بزاف الشكلاط، دونك يجي التواته بشكل زوين مع الشكلاط. دونك البنان والشكلاط كيجيو مواتين بعض مع بعضياتهم بحال الاناناس والكوك. دونك كاين شي اشياء كطابق مع بعضياتها في الذوق، وحده كترفع لوكو الاخرى. دونك البنان والشكلاط رائعين بجوج. دونك هنا ديكت واحد الكميه ديال لي بيبي شوكولا، تعرفو الدراري كيحماقو على الشكلاط، وغندخلها ان شاء الله طيب عادي في 170 درجة من التحت، وعاد نشعلها للفوق، وان شاء الله نتلاقاهم بعد ما يوجد الكيك ديالنا. الكيك البنان كان هو هذا، أو اللي كنسميوها البنانا بريد، كان هو هذا كيك كيجي لا تكستور ديالو القوام ديالو كيجي طب بهداك البنان، والمزج بين بنان والشوكولا كيعطيه واحد الذوق لذيذ جدا. دونك وكيجي هانتوما المنظر ديالو فهاد المول كيطلع وكيتنفخ. دونك هاد القياس كما عطيتو لكم كيجي هائل لا من ناحيه السكر وكل شيء كيجي ممتاز. هانتوما كيجي رطب كما كتشوفوا. دونك انا ما نقسمش الكيك لان هاد النوع ديال الكيك مع البنان كيكون بحال اللي كيفزك داك الكيك من الداخل، دونك كيكون رطب بزاف ما كيكون سخون، دونك خصو حتى يبرد عاد تبداو تقطعو عاد ديموليه وقطعوه باش تقطع لكم طريفات مزيانين. وهادشي اللي كاين، نتمنى الوصفه اليوم عجبتكم ونالت الرضا ديالكم، والى فيديو قادم بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.